عايزه منك ثلاث حاجات، وركزي معايا في اللي هقولهولك دول. ثلاث حاجات تتبعيهم مع بنتك، والثلاث حاجات دولت خطوات جميله وسهله. اطلع بنفسيه سويه لانثى. لمين؟ لواحده ست، لبنت تيجي كده كبرت. والله احنا في بنت، في الانثى موجوده، في مش عبعال موجود. مش كده ما احنا لازم تبقى جدعه، لازم تبقى تحافظ على نفسها. مش بقت عم خميس وجمعه ليه؟ لان مفيش ام، في ام خوفت. بس اول حاجه الايه، او من ينشأ في الحليه. يعني ايه ينشأ في الحليه؟ بمبيات بقى والدباديب والحركات والحبشتكنات بتاعه البنت. اللي البنت عندها روتين اسمه روتين العنايه بالانثى. يعني ايه روتين العنايه بالانثى؟ شعرها. والله العظيم في حاجات للشعر بتعمله، حاجات الشعر وروتين الشعر والكونديشن اللي بيتعمل والريحه. ايش لما تتفك الكحكه الريحه تهب بقى، مش عايزين ريحه الجاز، مش عايزين نقول الكلام ده. لكن لا، ده في حاجات تحفه جدا، ونعلم البنات الكلام ده. روتين الشعر ايه؟ واصحى من الصبح امشط الشعر، مش تصحى مين عفركوش برتكوش اللي جاي ده. لا، بعلم البنت الكلام ده. الخطوات بتاعت الانثى ذات نفسها، تصحي من النوم يا بنتي، تسرحي شعرك، اطيب الطيب الماء، توضي وشيل العماص، واطيب الطهر الماء، وعلمها ازاي الروايح بتاعت البنت، ضوافرك ازاي الاول النظيفه، وازاي ان احنا نشيل الحاجات اللي قص الضوافر، وبعدين اطيب الطيب. ريحه البنت ذات نفسها يا ست، ما بنقولش بره روايح، ما تطلعيش بره البيت متعطره، مش ناقصين ذنوب. احنا جوه البيت مسك الطهاره، مسك الشابة وحطي عليها المسك ذات نفسه في قلب البتاع، بتبقى حاجات زي الفل وطبيعية ولا لها أي مخاطر. الناس الحساسة من الشابة ومن الكلام ده، اللي بتاع بتاع الزعفران، أي حاجة طبيعية، العود الجميل جوه البيت. المهم يبقى البنت ذات نفسها فاهمة الكلام ده، فاهمة إن في حاجة اسمها العناية بالجلد. ما تبقاش غسلتي المواعين اوكي، لبستي جوانتي عشان تحافظي على ايدك، ما لبستيش وما فيش فلوس للجوانتي، ماشي حطي حبيبتي زيت زيتون، يلا هاتوا زيت مع انه غالي والله دلوقتي، هاتوا زيت زيتون وحطوا عليه اللافندر، وحطوا عليه الجول الزيت بتاع الورد والكلام ده، تبقى نكسر ريحه زيت الزيتون للبنات وتحفه. روحي مع بنتك في الخروجه الشهريه اللي انا بقول لك عليها، انت عندك منظومات كده بتاع 4-5 منظومات لاعاده بناء العلاقه بينك وما بين بنتك، منها من الخمسه دول يوم اسمه اليوم الشهري، بطلع بيها خروجه بره، تجيب لها التوك، وتجيبي لها مش عارفه ضوافر بتتفتحت، مش الثابته اللي بتتشال وتتحط ديت، تجيب لها مش عارفه ايه بتاع كده خصطه بتتحط، اي حاجه بيحبوها من حاجات البنات. لازم الكلام ده، لازم البنت تعرف ان في حاجه اسمها عنايه بالقدم وبالصوابع وبكعب الرق. لازم الكلام ده ارجوكم. لازم بنت تعرف ان هي على تغير الحاجات الداخليه تتغير ايه، يوم ويوم ولا كل يوم، تعمل ايه، ازاي ان هي حاجات كتيره المفروض الام تعلمها للبنت. سن كام بنبتدي؟ سن 7 سنين، سن التمييز، لما بتيجي اتكلم عن الحدوته الجنسيه في المنطقه بتاعت منطقه البكيني، منطقه السباحه. الامر ده لعيب ولا حرام ولا المفروض انك تستحي منه ولا لس لعيب بقى دكتور؟ لا، ماشي، مفيش الكلام ده. سنن الفطره ايه اللي المفروض ان هي تعملها؟ الكلام ده شيء، ده فقه طهاره. ايه الحاجات اللي المفروض تغيرها، وايه اللي الامور اللي هي لا ينفع الوضوء منها، ودي لا يجب الغسل منها، وبتيجي ازاي، وشكلها ايه، ومدى السماك، كل الكلام ده المفروض ان هي البنت تعرفه. يوم دلع البنات ده ما يتسابش، ده من الثوابت. اما بنتكلم عن الست، يعني انا مسميها مثلثات او هياكل لاعاده الصله بينك وما بين بنتك تاني، منها يوم دلع البنات، يعني الخروجه الشهريه، ويوم دلع البنات هتوفقي ما بينه، يبقى شهر وشهر، يبقى كل شهرين انت عندك مناسبه، يلا هاتوا صاحباتك وهاتي كذا، واصحاب الموبايلات منهم هم داخلين، بنات عمتها، البنات كذا، كل ده يلا تعالوا هنعملوا ايه، يوم جميل بقى، يوم جميل، حنة بقى والرسم ما اعرفش فين، والتاتوهات ايه والحاجات التحفه، ويلا بيعملوا كيكات ولا السينابول اللي بيبهدلوا فيه الدنيا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس مفيش تصوير ولا في سيلفي عشان الحاجات اللي بتحصل. والبنت تشبع رغبتها وانوثتها في حاجه زي كده، يبقى لا هتتوهم ولا مرعوشه ولا موهومه ولا كذا ولا انا ولا الكلام ده، وتطلع تبقى زوجة ما عندهاش الفوبيا اللي رافضة زوجها،
ونفضل نعالج بقى مع حالات نفسية. خدي بقى من 6 أشهر لسنة، أنت عشان تغير قناعات والإدراك يتغير والسلوك يتغير محتاج وقت عشان القناع. والقناع إيه؟ بالحوار بقى وخطوة خطوة، وبعدين تقف على كل سؤال وخد معاه فترة لحد ذات نفسية تستوعبها النفسية. فالنقطة دي مهمة جدا يا شباب ويا بنات، مفيش شباب بتفرجوا علينا النهار، بتفرج علينا البنات والأمهات. فالنقطة دي مهمة جدا، تخلوا بالكم منها. طيب آدي الموهومة. بس ساعات لما تيجي تقولك عنوان حلقتنا ده يا مش بنت، في أسباب حقيقية.